مرحبا. خطر جديد بمس صحة الأطفال وحياتهم بشكل خاص، وبيتمثل بانقطاع لقاحات الأطفال وخاصة حديثي الولادة، ما ينذر بانتشار أمراض جديدة أو قديمة مثل الشلل والحصبة وغيرها من الأمراض التي قد تعيق نمو الأطفال وبتسبب لهم مشاكل صحية كل حياتهم. بيعتبر أطباء الأطفال أن هذه الحالة تستدعي التحرك الفوري لإنقاذ الأطفال ومعالجة هذا الوضع الذي قد يعيد لبنان سنوات إلى الوراء بعد أن تمكن من بلوغ مراحل متقدمة بفضل حملات التلقيح المكثفة. وللإضاءة على هذه القضية تنضم إلينا الدكتور رندا حميدي، وهي مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة. إذن دكتورة رندا، ما هو مصير لقاحات الأطفال لجهة توفرها بعد انقطاع لهذه الفترة الطويلة وتهديدا لصحة الأطفال؟ صحيح، بلد عم بمر بمرحلة كتير صعبة وفي انقطاع بلقاحات الأطفال بالقطاع الخاص، بس هيدا ما بيمنع نقول أنه لقاحات الأطفال الأساسية متوفرة عبر وزارة الصحة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، لأنه البعض قال أو بعض الأهالي عم يشتكوا أنه في فقدان لمعظم اللقاحات وخاصة لحديثي الولادة. لا، خليني أقول لك أنه اللقاحات موجودة وفيني عدد لك هلأ اللقاحات الموجودة. نحن عندنا لقاح الصفيرة بي اللي بينعطى للطفل عند الولادة خلال الساعات الأولى بعد الولادة، هيدا لقاح متوفر بوزارة الصحة، بتأمنه الوزارة للمستشفيات للطعم حديثي الولادة، وبتأمنه بعدين لمراكز صحية لأن كمان بيرجع بيتاخد خلال فترات العمر يلي هي ما دون السنتين. عندنا لقاح الشلل الأطفال، الحصبة الألمانية الأبو كعب، الخنوق الشاهوق الكزاز، صفيرة بي، الهيموفيلس إنفلونزا بي يلي هو نوع من أنواع السحايا، عندنا البي سي بي 13 أي البريفنار يلي هو بالعربي المكورات الرئوية المقترن أو له علاقة بالأمراض الصدرية. يعني بظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، أسعار اللقاحات لدى الأطباء مرتفعة، هل ستقوم وزارة الصحة بحملات تلقيح مجانية لهذه اللقاحات؟ خليني أقول لك شغلة كتير مهمة، أنه وزارة الصحة بتعاون كتير متين مع نقابة الأطباء، مع الجمعيات العلمية لأطباء الأطفال ببيروت والشمال. لحد هلأ عندنا 92 طبيب أطفال بيستفيدوا من لقاحات وزارة الصحة، بيعطون مجانا بعياداتهم. نعم، أنا بشكرك مديرة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة دكتور رندا أحمدي. صحة الأطفال على المحك والتحرك العاجل مطلوب لتلقيحهم قبل فوات الأوان. وهلا مشاهدينا، عودة لسيا نشرة الأخبار.